عايز اخد رأي واحد من رواد قطاع المقاولات والطاقة، وهو المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصري الكوري ورئيس شركة اس اس للطاقة والمقاولات. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ سعيد. حضرتك بنتكلم عن مناخ الأعمال في مصر، والجزء الضريبي هو جزء من الحاجات المؤثرة جدا على مجتمع الأعمال، إضافة إلى الأعباء اللي حمل بها القطاع الخاص بصفة عامة، وخاصة قطاع المقاولات اللي كان ماشي بمعدلات نمو كبيرة جدا، ولكن نتيجة الفروق الأسعار وتغير العملة ويعني ظهرت مشاكل كثيرة جدا. كيف تعاملتوا مع هذه المشاكل وكيف أثرت على يعني أداء قطاع المقاولات في مصر؟ والله خليني اقول لك ان قطاع المقاولات في مصر بشكل عام هو من اهم القطاعات، وفيها عماله كثيفه وفيها تشغيل لعدد كبير جدا من الصناعات ومن الخدمات المصاحبه لاعمال المقاولات. وهذا القطاع الهام هيظل ينمو في مصر، لان الدوله استثمرت بشكل كبير في مدن جديدة وفي شبكة طرق عملاقة وفتحت مجالات ضخمة للمقاولات، فالمقاولات هتظل لها ثقل كبير في العمل. لكن احنا لو جينا شفنا اخر سنتين وبداية من يعني بداية سنة 22، هنلاقي ان هو في قطاع جوه المقاولات اللي هو قطاع الاعمال الكهروميكانيكيه، الاعمال الميكانيكيه والكهربائيه. هذا القطاع الحقيقه ان هو ظلما شديدا. ليه؟ لان القطاع ده بيعتمد بنسبه كبيره جدا من تكلفته على الخامات والمعدات المستورده. كان بدايه تم منع الاستيراد الا عن طريق اعتماد المستند، وده صعب على الموردين التعاملات ورفع التكلفة بتاعت الاستيراد. ثم حصل بعد كده التعويم الاولاني في مارس 22، ثلاث تعويم بتاع اكتوبر 22، وبعدين تعويم يناير 23، ثم اخر تعويم اللي هو مارس 24. لما نيجي نشوف بقى المقاولين الاعمال الكهروميكانيكية خسروا قد ايه في الفترة دي، هنلاقيهم خسروا مبالغ طائلة جدا، لان هو لما تبقى تكلفته 80% منها معتمد على العملة الصعبة وبيشتري من الموردين، والمورد بقى عنده صعوبة في الاستيراد وبقت البضاعة شحيحة ومش عارف يستورد، والدولار مش متوفر في البنوك وبيتم الالتفاف حواليه بطرق مختلفة، وبقى في سعرين للدولار، سعر في البنك وسعر بره البنك، كلنا نعلم هذا. فالمورد بيحاسب المقاول بالسعر اللي بره البنك، والمقاول مش عارف يثبت تكلفته امام العميل ولا امام اي جهه هو متعاقد معاها. فحصل خسائر فادحه للمقاولين في الفتره دي. المفروض كان يبقى اتحاد التشييد والبناء كان يجب انه يلعب دور اكثر ايجابيه في الحفاظ على حقوق المقاولين اللي بيشتغلوا في الاعمال الكهروميكانيكيه بشكل افضل مما حصل. يعني كان المفروض يبقى فيه هبه سريعه من الاتحاد واجتماعات مع المقاولين اللي بيشتغلوا في هذا المجال، وبسرعه يبدا يبقى في صوت واضح من الاتحاد للدوله ممثله في الوزارات المعنيه لتخفيف وطئه الخسائر دي على المقاولين اللي بيشتغلوا في اعمال الكهرباء والمياه. لان خلي بالك ان هو كانت الخسائر متنوعة من عدة جهات، يعني كان التكلفة نفسها ارتفعت، في صعوبة في الحصول على المعدات أو استيرادها، فمدة المشروعات طالت إطالة كبيرة جدا، العمالة اللي بتشتغل بقى عندها تضخم وطالبين طلبات، بتلاقي كل واحد من العمالة دي انضرب مرتبه في 2 و2.5، النقل زاد مع زيادة الوقود، يعني في الآخر هتلاقي مجمل التكلفة طبعا، وكمان صاحب الكلام ده الفوائد اللي ارتفعت على تكلفة الاقتراض وتكلفة المطلوب يا باشمهندس أسامة.
المطلوب ان اتحاد التشييد والبناء يجب ان هو يكون يمثل جميع القطاعات في المقاولات بشكل سليم، لان النهارده اصبح المقاولات الكهروميكانيكيه بتمثل تقريبا ثلثين تكلفه المنشاه. يعني لما تيجي تبص على مستشفى، على مول، على مبنى اداري، على حاجه، هتلاقي ان الوزن النسبي الكهرباء والميكانيكا الوزن النسبي لهذا القطاع لابد من الاهتمام والحفاظ على القطاع ده وعدم هدمه، لان بالخسائر الكبيره اللي حصلت هذه الشركات مهدده بالاستمرار ومهدده بقدرتها على تقديم الجوده المطلوبه. شكرا يا باشمهندس اسامه، وان شاء الله يعني نناشد اتحاد المقاولين وان يعني ياخد هذا القطاع في بما يحمله من وزن وثقل في قطاع المقاولات. بشكر المهندس اسامه جنيدي رئيس لجنه الطاقه بمجلس الاعمال المصري الكوري.